شوف، لا ليس الكثير، لا يعول كثيرا. الفلسطينيون بالعاده اقصد على المستوى الشعبي لا ينتظر شيء، لانه بالمناسبه في كل الحروب الماضيه والاعتداءات الاسرائيليه، الامم المتحده هي مجرد اجتماعات ولقاءات ومؤتمرات اعلاميه لا تفيد شيئا، لا توقف عدوان. بل لان المواطن الفلسطيني اليوم مقتنع تماما ان المقاومه هي القادره فقط على ان تضع معادله جديده في مواجهه الاحتلال الاسرائيلي. الامم المتحده لم تفعل لفلسطين شيئا، ولا المجلس الامن، ونحن نسمع الخطابات هي مجرد ابراء ذمه لبعض الدول في سياساتها المختلفه. وشاهدنا اليوم وزير خارجيه المانيا جاء الى المستوطنات وتحدث عن صواريخ المقاومه وتجاهل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي والطائرات الاسرائيليه ضد المواطنين والاطفال في غزه، التي راح ضحيتها 236 مواطن، غالبيتهم من الاطفال والنساء والمدنيين.